عبد البر فين؟ فين كامل عبد البر؟ موجود يا اخويا، في حاجه. نزل ايه؟ نزلوه، نزلوه منك له. الله الله الله، هو ايه اللي حصل؟ الاتوبيس ده مش هيمشي من هنا ولا هيتحرك من هنا الا لما تنزلوا كامل عبد البر. الله، عملت ايه تاني يا اسطى كامل؟ كامل يا كامل، كامل يا اختي ما تتكلم يا كامل. في ايه تاني؟ ايه في عالم؟ انا ما صدقت اقعد. الله، المدير عاوزك يا كامل. عاوزني؟ عاوزني ليه؟ الله، احنا مش مسلمين الاوضه بالتمام والكمال؟ انزل يا كامل، انزل بقول لك، انزل، ما توديناش في داهيه. خير يا سياده المدير؟ امشي. نعم امشي. انت معطل الاتوبيس واخدني على ملا وشي في مكتبك ليه؟ ادخل. مش تريحني بس. ادخل بقول لك. حاضر يا ساتر استر يا رب. امسك سماعه التليفون دي واتكلم. اتكلم مع مين؟ امسك سماعه التليفون وقول الو، ما تودينيش في توكر. حاضر. الو، ازيك يا اسطى كامل؟ مين؟ ايه، مش عارفني؟ الباشا. ازيك يا باشا؟ ايه خير يا باشا؟ انا عملت حاجه تاني؟ لا 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 لا، انا اللي بسالك. قول له قول له قول له مدير المعسكر بيبلغك اسماء ايات التحيه. قول له اتنيل. انت بتسالني عن حاجه يا باشا؟ اصل في الحقيقه بقالنا يوم ونص ما حدش اشتكى منك، والامور في اسكندريه ماشيه في منتهى الهدوء. الله، ومال يا باشا؟ فيها ايه غريب يعني؟ انا بصراحه قلت ايه الحكايه، كامل عبد البر ما بيزولش نشاطه هو وولاده ليه؟ عيانين يا باشا. بعد الشر، عشان كده بقى عيانين ورقدين من امبارح يا باشا. لا سلامتكم، وانا اقول يا رب البلاجات ما فيهاش مشاكل ليه. رقدين مسافر يا باشا وحتستريح مني على طول. لا يا سيدي، بالعكس، تصحبك الف سلامة. ربنا يخليك لينا يا باشا. على فكرة انت راجل طيب، واسكندرية بترحب بيك في اي وقت. ايوه، ما هو باشا ما انت. بس بقول ايه، يا ريت لما تيجي المرة الجاية تكون حليت بعض مشاكلك. انا عارف ان مشاكلك كتيرة وصعب حلها، لكن حاول حاول يا كامل. ودلوقتي اسمح لي اقول لك، سافر مع الف سلامة ونشوفك بالسلامة. قوله 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 مدير المعسكر بيسلم عليك. قوله اتليه اتليه اتليه. انت اسكت. مع السلامة يا باشا. سلامة ايه؟ ما قلتلوش ليه يا اخي؟ ما قلتلوش ليه؟ على كل حال يبقى قوله شوف وشك بخير يا سيادة المدير. والله مروحك ده هيقطع قلبي خالص. كده هو. يا سلام لو المعسكر ده شرفوا اسرتين محترمتين عريقتين زي اسرة سيادتك. كان خرب، كان حصل له الشرف والعزة والكرامة. مع السلامة، وما تنساش تقول له، ما تنساش. معاك فلوس للمواصلات يا ام يسرية؟ منين؟ ما انت عارف البير وغطاء. وهو يعني لازم الاتوبيس ينزلنا محطة باب الحديد. الله، ما قلتلوش ليه وصلنا البيت؟ يعني حشز عن زمايلي، ما كلهم بينزلوا باب الحديد. يعني ايه العمل بقى دلوقتي؟ حشز عن زمايلي يعني يا ناس، اعمل ايه بس؟ اقول لكم لا، شيلوا الشنط ورايا يا اولاد. هنروح ماشيين معقولة دي؟ ايوه، المشي رياضة، خصوصا في باب الحديد وشارع رمسيس. ابتدوا معايا، واحد اتنين، ادي واحد اتنين. يعني ادينا رجعنا بيتنا يا كامل مهدودين. يعني رجعنا وكأنك ابو زيد ما غزيت. وقالوا ايه اهل زمان؟ اهل زمان، اهل زمان قالوا حاجات كتير، بس مين يفهم؟ قالوا هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. قبضنا فلوس الجمعية ونزلنا بيها اسكندرية. حلو. ايوه حلو، كملي بقى. معنى كده اننا هنسدد اقساط الجمعية. حلو حلو. 20 شهر في 50 جنيه في الشهر يا كامل. 20 شهر
انزل اصيف 10 ايام اسدد فيهم 20 شهر. ايه هتحمرق يا كامل؟ واسدد المبلغ ده كله ازاي على 20 شهر؟ وهو انت كنت فالح بس تقبض وتصرف وتتفسح وبس؟ تفسح؟ والله ما تفسح. ومين سمعك يا كامل؟ هو احنا يعني اللي تفسحنا؟ يعني ادفع تلت المهية عشان 10 ايام في اسكندرية، ادفع 50 جنيه في الشهر عشان اقعد كامل كامل يا اختي. 20 شهر اتحرم من تلت المهية 20 شهر. كامل انت بتزرق ليه كده يا كامل؟ كلمني يا كامل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، البيت نور يا سيدي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا معلم ضيف. اجازه سعيده ان شاء الله. سعيده قوي. سعيده قوي يعلم الله. اصلي انا عدم مؤاخذه سالت عليك، قالوا لي مسافر. لا حصل بقى. قلت راح فين يا جماعه؟ قالوا لي بيصيف في اسكندريه. قلت ونعم النسب. نعم. وانا اصلي بقى جاي لك في موضوع، وعلى الله بس ما تكسفنيش. اي موضوع انا تحت امرك، بس بلاش السلف وحياته والدك. سلف ايه يا راجل؟ انت مجبوره والحمد لله. كان الامر كده. اهلا بيك يا معلم ضيف. انت عارف طبعا ان انا طلعت من الدنيا بالولدين. عم ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. فضلت اخبط لحد ما اشتريت لهم دكان ورشه حداده يعني. عالي العال راسهم بقى والف يعني لا مؤاخذه، الا يتجوزوا الاثنين في ليله واحده من اختي. وماله الجواز ستره يا معلم ضيف؟ قلت طب مين يا ولاد؟ مين الناس الغلابه اللي زينا اللي يعيشوا على الحلوه والمره؟ ولاد الحلال دلون. على مين بقى ان شاء الله؟ وانا انصحك برضو. دلوني عليك طبعا. عليا انا؟ انا يا سيدي طالب القرب منك في يسريه وفايزه. بتقول ايه؟ هدفع لك المهر اللي ربنا يقدرني عليه، وانت بقى همتك معانا وتجهزهم في ظرف 6 شهور. قلت ايه؟ 6 شهور اشورهم وانتكهم واجوزهم في 6 شهور الاثنين. خبطة في الراس توجع. ايش حل لو كانوا خبطتين؟ اجهزهم منين الاثنين؟ الله 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 الله. استكامل استكامل يا ولاد، نسادر يا ولاد. بتشتكي من ايه؟ يا جماعة يا جماعة حاجة بسيطة وما تهولوش الموضوع. يعني عنده ايه يا دكتور؟ طمني. ضغط دم على التهاب في الاعصاب والقولون والطحال والحجاب الحاجز. ايه؟ واعراض شيخوخة مبكرة. إيه؟ على اثر صدمة مفاجأة. يا مصيبتي يعني؟ كل ده بابا؟ والعمل يا دكتور؟ دي حاجة بسيطة جدا ما تخافوش، كلها امراض سببها نفسي يا جماعة. يعني عاوز عملية؟ لا يا ستي ما حصلتش العملية. عاوز اشعاعات يعني وتحاليل؟ ولا اي حاجة من دي خالص. امال ايه اللي يخففه؟ شوية روقان بال وتغيير جو. نعم. انا اقترح انه ياخد اجازة ويسافر. يسافر على فين؟ على الخنكة ولا على الصدرية؟ يسافر يتفسح. يتفسح تالي. وهكذا تنتهي حلقات أجازة ولا كل الأجازات. اشترك في التمثيل محمد الأدنداني، نظير عبد الجابر، عادل الطبقي، فكري صادق، أحمد حسن، عواطف حلمي، محمود جليفون، والأطفال عمرو خليل، عمرو محمد علي، صفاء وسماح، وطارق غازي.
الهندسة الصوتية فراج زايد وسيد عبد المنعم. ياه، أجازة ولا كل الأجازات.